قبل ما ابدا المسلسل احب اقول لكم اني ما كنتش هنزل الحلقه بسبب عدم التفاعل، لكن لما شفت الكومنت ده اتعصبت مني ولقيتني بسجل الحلقه غصب عني. فجهز يا زميل عشان اللي جاي تقيل، والان جهز صبت الفشار واستعدوا للمسلسل. بيبدا الفيلم بكودا وهو في كهف وبيكون بيخبط في الصخر وبيلاقي الحجر الازرق، ومره واحده بيسمع صوت نمر بيهجم على اخوه. بيروح للنمر وبياخده وبينط بيه من فوق الجبل، وفي وسط ما هو بيقع قوه الحجر الازرق بتتفاعل مع جسمه بسبب اللي هو عمله، وكودا بيفوق وبنعرف انه كان بيحلم باللي حصل له زمان. وبيسمع صوت المكنه اللي بيكون شبه صوت النمر وبيتخاض. كندل بتقول له معلش ازعجناك، بس ايه رايك في المكنه اللي صنعناها جديده؟ واول ما تشيز بيجربها كودا بيتخض وبيضربها لدرجه انه بيكسر تليفون شيلبي. كندل بتقول لهم معلش يا جدعان حاولوا تفهموا مشكلته، اصل انا وتشيز اللي لقيناه زمان وانقذناه. ونرجع لسليدج اللي بيغلي كالعاده وبيبعت وحش جديد للحراس، وكودا بيحاول يتدرب على العجله ورغم انها بسندات بس برضك بيقع. امال هتسوق المكنه ازاي يا حزين؟ وبيقعد مع تشيز وبيحكي له كل مشاكله، فبيقول له فكك وشوف المزتين اللي لسه معديين دول. بيكون لسه هيعاكس بس بياخد خرطوم من ميه بينطروه، وتشيز بيشوف اللي بيحصل وبيلعن اللي خلفوه. ومره واحده القفص ده بيتحدف على تشيز وبياخده وبيختفي، والوحش بيوصل وبيعمل قفص ثاني وبيحدفه على كودا برجل الاولابيه بينطره، وهو بيخش على الوحش وبيسنطره. اقصد كودا اللي بيتسنطر، امال اللي عامل لي عنطر؟ والوحش بيحدف قفص على كودا بيحمي الطفل، والاثنين بيتسجنوا. كودا بيقول للواد انت كويس ما تقلقش هتكون بخير، وبيعرف يخرج من القفص وبيولع شغل عشان يدفي الطفل، وبيبدا يعالج الاصابه اللي في رجله وبياخده وبيحاولوا يدوروا على مخرج. وكندل بتقول للحراس تشيز وكودا مختفيين، وكودا بيطمن الواد وبيشيله وبيمشي. والوحش لما بيرجع مش بيلاقيهم، تشيز بيقول له يا ما نفسي تفكني وتشوف اللي عمله فيك، انت بتقول ايه يالا؟ ولا حاجه يا سيد المعلمين. المهم ان كودا بيعرف يطلع فوق السجن، وتايلر ورايلي بيدوروا عليه، وكندل بتكلمهم وتعرفهم احداثياتهم. والوحش بيشوف كودا وبيهجم عليه، والحراس بيوصلوا. وهو مره واحده كودا بيخرج بالطفل، الوحش بيجي للحراس وبيقول لهم استعدوا عشان تموتوا. كودا بيمسك القفص وبينزله لتحت ويقول له خلصت ولا اجيب لك قطفاست؟ ولا اقول لك على حاجه، حناقت القتال هالمدخره مستعد تحرير الديناصور. بيخش على الوحش وكل اللي بيعملوه بيحط عليه هو واللي جابوه، ومن الاخر بيشلفطوه، ومن الاخر بيعملوا معاهم الصح والغلط. وما اقولكش على رايلي اللي مأكله زلط، وهو وتايلر بيخشوا عليه بالمكان، ويا سلام على الدكن والوحش اللي اتركن بيخلصوا عليه. ولكنه بيكبر يا زميل، بفكرك هيخيل؟ ده احنا معانا الوحوش اللي عمرها ما بتميل. بيحط على الوحش بالجامد واشرب حامل، خلصت دورك خد اللفه دي هتعجبك. وتشيز بيتحرر وهو كمان بينضم لهم، وبيفعل وضع الاسترينكش وبيدوا الضربه القاضيه الحينكش. وبعدها بنشوف الطفل اللي بيحكي لاصحابه على اللي كودا عمله معاه. هو كودا بيجيله وبيكون جايب له عجله، الواد بيترمي في حضنه وبيشكره على اللي عمله معاه وبيخليه يجرب العجله بنفسه. ولحد هنا بتنتهي الحلقه الرابعه، انتظروا باقي الحلقات يا احلى اخوات عشان اللي جاي اقوى بكتير. ومش هقول لكم تشتركوا في القناه ولا تفعلوا زر الجرس، ولا حتى اقول لكم تعملوا لايك، انا عارف انكم عملتوا كل ده من قبل ما تبداوا الفيديو. خشوا اشتركوا في قناه كينج الافلام عشان عامل عليها جمدان، واشوفكم الفيلم الجاي وسلام.